مشاهدينا سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج تخلص. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي سنتداول به مع ضيفنا الكريم ونبحث حول نتائج الانتخابات إن كانت في الشارع العربي أو في الدولة بشكل عام. تعالوا وإياكم نرحب بالمحلل السياسي والناشط الاجتماعي والسياسي الأستاذ محمد دراوشي. مساء الخير. أهلا فيك أستاذ حكمت. أستاذ محمد، نبلش من الآخر. يعني بيبي نتنياهو رئيس وزراء دولة اليهود، هذا طبعا كان أنا حسب رأيي أنه كان واضح، ولكن خلينا نبلش في خطابه، خلينا نحلل خطابه. عندما توجه إلى مواطنين الدولة وقال أنا رئيس وزراء لجميع المواطنين، صدقته؟ طبعا لا، يعني تاريخه لا يشفع له لكي نصدقه من خلال كلمة واحدة، وخاصة أنه تبع هذه الجملة بجملة تفصيل. جملة التفصيل التابعة كانت اليهود وغير اليهود، يعني وكأننا معدومي الهوية، وكأننا فقط نوع من انعكاسات خيال المجتمع اليهودي. لم يعرفنا لا كعرب ولا كفلسطينيين ولا كمسلمين ودروز ومسيحيين. كان هذا عنده قصد، هذا مقصود هذه السياسة تتبعها كثير من المؤسسات. يستعملوا كلمة إشي اسمه أقلية أو عرب إسرائيل، أقليات بدون اسم، أقليات بدون هوية. يعني المشكلة الأساسية لدولة إسرائيل مع المجتمع العربي في إسرائيل هو حول قضية الحقوق الجماعية. الحقوق الجماعية عادة تعطى لأقليات قومية، وعندما تلغي الصبغة الجماعية لهذه المجموعة تبدأ في إلغاء الاسم إن كان عربي أو فلسطيني أو ما شابه. وبعدها يتحدث نتنياهو، وفكره ومبدأه هو يتحدث عن حقوق شخصية وليس حقوق جماعية، فهو يعتبرك كشخص أنت موجود، يرى المجتمع العربي وسياسته الاقتصادية المنفتحة على المجتمع العربي هي إثبات لذلك. هو كأفراد هو مستعد أن يتعامل معنا كأفراد، ولكن كجماعة لا يريد أن يتعامل معنا كجماعة، وبذلك هو يحاول إلغاء الهوية الجماعية للمواطنين العرب. وللأسف الشديد القضية ليست فقط بنيامين نتنياهو، الكثير حتى من مؤسسات الدولة الرسمية، يعني مؤسسات مثل مركز الإحصاء بدأ يستعمل مصطلح غير اليهود، وكأن هويتنا انتهت. خطيرة جدا أستاذ محمد. ولكن هذا أمر بدأ في عام 2009، إذا بتتابعوا المتابعة له هي من عام 2009. مش جديد، ولكن أول مرة يطرح بالشكل العلني، بشكل واضح، في خطاب مدروس، خطاب مهندس. خطاب نتنياهو لم يكن ارتجالي، هذا خطاب مهندس. مقابل جنس قال العرب والدروز واليهود، هيك قال جنس. عادة إذا استمعت لخطابات جانس، أولا في خطابه أمس ذكر ذلك، وأيضا في خطاباته في الشهرين الانتخابات كان كل وقت يتحدث عن إزراحي وإزراحيات إسرائيل، مواطني ومواطنات إسرائيل. يعني لم يتحدث عن اليهود، لم يخص اليهود. نتنياهو يخص اليهود لأنه يرى نفسه رئيس حكومة اليهود، دولة اليهود. نعم فعلا هو رئيس حكومة لليهود، ويعتبر نفسه يعني تجلي فكرة ملك الشعب اليهودي مقابل من أشخاص نكرات، كأن المجتمع العربي هو فقط أفراد ونكرات غير موجودة، بدون هوية، بدون وجود. هي محاولة باعتقادي كما قلت هي مهندسة ومدروسة وخطيرة جدا. يعني أنا كتبت عن الموضوع قبل ما يقارب شهر، في كان أيضا هناك نفس الكلمة استعملها وزير التربية والتعليم حتى الآن بنت، أيضا يستعمل مصطلح غير اليهود في وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، تستعمل مصطلح اليهود وغير اليهود. يعني محاولة طمس هوية، محاولة إلغاء هوية، محاولة أن تنظر إلينا فقط كأفراد ونكرات. رايحين إحنا نخوض في هاي طبعا في برامج أخرى، بس اليوم إحنا موضوعنا موضوع الانتخابات وهو أهم ما حصل في الأيام الأخيرة. تفاجأت أستاذ محمد من النتائج؟ للأسف لما تفاجأ من هذه النتائج. النتائج كانت تقريبا مكتوبة على الأبواب، وأيضا كتبت عن هذا الموضوع يعني في صفحتي في الفيسبوك أكثر من مرة،
جزء منه كتحذير لنشطائنا وقلق حقيقي على أن هذه النتيجة التي قد نصل إليها، وربما كنا قد نصل لنتيجة أسوأ بكثير لولا فعلا شفق الشارع العربي على قيادته في آخر ساعة، في آخر ساعتين، وكان الشفقة هي التي حركتهم وليس القناعة. المجتمع العربي لم يكن مقتنع بأربع أشياء. الأمر الأول الذي لم يكن مقتنع به هو تركيبة الأحزاب العربية، اندثار المشتركة، انقسام المشتركة، المفاوضات التي جرت ما بعد انقسام المشتركة كانت مفاوضات فيها استهتار برغبة الناخب العربي. كل موضوع تركيب القوائم كان تركيبات حزبية شخصية لمصالح ضيقة جدا لأشخاص استنفذوا في أحزاب معينة. مين حط لي الكل. الكل. لا 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 احنا بدنا نحط الإصبع على الجرح. الكل أنا الأربع مركبات الأربع مركبات كان عندها مصالح فئوية، كان عندها مصالح فئوية، كل واحد من المركبات حجم نفسه بحجم أكبر من حجمه الحقيقي، وأتت الانتخابات لتثبت ذلك. يعني لنعود إلى المفاوضات، في المفاوضات قبل انقسام المشترك، التجمع الوطني الديمقراطي قيم نفسه بأربعة مقاعد لا أقل، واليوم هو مش أكثر من اثنين. الحركة الإسلامية التي لم تدخل انتخابات لوحدها ولا مرة قيمت نفسها بأربع مقاعد لا أقل، اليوم هم اثنين. الحركة العربية للتغيير قيمت نفسها بست مقاعد، سبع مقاعد، اليوم هي اثنين. الجبهة قيمت نفسها بخمسة أو ست مقاعد، اليوم هي أربعة. يعني وهي بعد شفقة الشارع، يعني بعد ما حن عليهم الشارع العربي وأنقذهم من ورطتهم، وإلا كان تقييمهم وحجم الحقيقي كان ممكن يكون أقل. يعني نحن نعرف اليوم نسبة التصويت في النهاية وصلت إلى 49% في الوسط العربي، في الوسط العربي. نعم. 49% الأحزاب العربية حصلت منها على 72%، يعني 72 من 49، بما معناه الأحزاب العربية قيمتها بعد الشفقة 36% من الشارع العربي. واو. 36%. واو. يعني لما أنت بتيجي بتقول ليش التجمع الإسلامي حصل، هل عقاب للأغلاط اللي ارتكبها، خلينا نقول ارتكبتها مركبات القائمة المشتركة؟ أغلاط كثيرة جدا. يعني أولها قضية التناوب، قضية التناوب التي كانت قضية مخزية جدا، غير مقنعة. الطريقة كان كل هدفها الاحتراب الداخلي. الشارع العربي يعتقد أننا عندما أرسلنا قائمة مشتركة، هي مشتركة، هي موحدة، هي مع أجندة، قيادة يحترم بعضهم البعض، هم لم يحترموا بعضهم البعض. هذا أول قضية. القضية الثانية كانت عدم نجاحهم بالتعامل الصحيح مع المجتمع الإسرائيلي اليهودي، لا مع الحكومة بشكل جدي ولا مع اليسار الإسرائيلي بمقاطعة جنازة شمعون بيرس، عدم الاتفاق على فائض أصوات مع ميرتس في حينه، كلها أظهرت وكأن فصيل واحد في من أربع فصائل هو من يضع النقاط على الحروف وهو يسيطر على أجندة الناخب العربي. نعم. يعني ما نحن نعرف حتى قبل الانتخابات الأخيرة ما يقارب 75% من المواطنين العرب قالوا أننا نحن نريد من قائمة مشتركة ومن ممثلينا أن يدخلوا إلى ائتلاف حكومي. يعني خليني أرجعك قبل 2015، أنا اللي بعرفه هنا وانكشف لي السر إنه كان هناك مفاوضات لإدخالهم في حكومة نتنياهو، خلينا نقول لمنع ائتلاف بنيامين نتنياهو مع البيت اليهودي. يعني ممكن أنت أنا ما بعرف الموضوع هذا. أوكي من بس قبل. ليش دائما الأحزاب العربية في المعارضة؟ الأحزاب العربية تضع نفسها يا ريت فقط في المعارضة، هي تضع نفسها في هامش المعارضة. قلة قيمة يعني؟ بيعملوش لحالهم قيمة؟ أو عدم فهم الصورة السياسية بشكل صحيح، وربما أن جزء من أطرنا السياسية ما زالت أسيرة لأفكار ربما هي مزودة أكثر من اللزوم وغير عقلانية. في نهاية المطاف السياسة هي فن الممكن، من يبعثك إلى الكنيسة يبعثك لتحصل له أكبر إمكانية تحصيل. يعني كما ذكرت هناك أربع عوامل أثرت على الإنجاز الهزيل لأحزابنا السياسية. العامل الأول كما قلت هو أداء المشترك الذاتي داخل المشتركة وقضية انقسام المشتركة، ولكن كان هناك ثلاث عوامل إضافية. العامل الثاني كان هو فشل البديل لنتنياهو في الحديث الراعي أو الحديث الحاضن للمجتمع العربي. يعني غانتس تصرف تجاه المجتمع العربي باستعلاء
بنظرة حتى أفقد طبعاً. الشرعية صح. للأحزاب العربية للدخول حتى في ائتلاف أو حتى كتلة نعم. مانعة نعم. حتى كتلة مانعة يعني مش كيف يقول بالعمية مش مستنظفنا حتى في كتلة مانعة صح. وبده يصير رئيس حكومي صح. فطعنه في شرعية القيادة العربية هذا أضر ليس فقط في القيادة العربية وإنما أضر أيضا في إمكانية أنه يحصل على مشاركة كبيرة في المجتمع العربي. المشكلة الثالثة العامل الثالث كان قانون القومية. قانون القومية تأثيره بدينا نحس فيه اليوم. الهامشية اللي أعطيت للناخب العربي عمليا شو الناخب العربي بيقول إذا هاي ديمقراطية العبوا فيها لحالكم. طيب خلينا نروح العامل على الرابع. العامل الرابع نخلصه هو قضية أداء هزيل في يوم الانتخابات. الأحزاب العربية لم تكن موجودة في الشارع يوم الانتخابات ولا وين كان؟ والهب كانوا في بيوتهم مسترخين. شو يعني كل واحد مركن على الثاني الظاهر يعني الظاهر كل واحد مركن على الثاني. يعني أنا أدرت حملات انتخابية كنت أعرف في فترة الحملة الانتخابية ثلاثة أشهر ما نمش كنا ننام في المقر قبل ثلاث أربعة أيام كنا نعرف كل نملة وين بتتحرك في البلدات العربية. يعني في لما رحت أصوت أنا في كسان ما كانش حتى في داخل منطقة صناديق الاقتراع ما كانش مندوبين للأحزاب. يعني وينكم وين موجودين وانت بتحكي عن بلد اللي أعطت نسبة كبيرة يعني أعطت أكثر من 70% مع الأحزاب العربية مع يعني أعطى حوالي أكثر من 92% للأحزاب العربية. الشارع معني وبده يعطيك وبده يدعمك ولكن أنت روح احصد بالضبط بس حس فيه حس فيه حس. فهمني أنك أنت بتعرف تدير طيب. معركة معنا على الخط الهاتفي الدكتور منصور عباس رئيس الموحدة وكتلة التجمع. مساء الخير. مساء الخير أخي حكمات لك ولضيفك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. يعطيك العافية دكتور ومبروك. خلينا إحنا من هون برضو بنوجه لك تحية ونوجه لجميع الإخوان التحيات. هاي معنا الأستاذ محمد دراوشي برضو بمسي عليك. مساء الخير دكتور. مساء الخير أخي محمد. مساء الخير أخي حكمات. شكرا لكم. يعني الحقيقة احنا عايزين دكتور ننتظر النتيجة الرسمية في هذا الباب رغم انه هنالك طمأنينة واخذنا يعني رأي شبه قانوني في انه القائمة تجاوزت نسبة الحسم ان شاء الله خير ان شاء الله. يعني نسبة الحسم احنا يعني القائمة تجاوزتها 4 أعضاء كنيسة من الموحدة والتجمع داخل الكنيسة. نعم ان شاء الله ان شاء الله. طيب حتى لو تم فرز 200,000 صوت تبعت الجنود حتى لو تم الفرز يعني جرى حسابات اللي هي معقدة شوي وأضيف إلها حساب الجنود واتضح إنه القائمة الموحدة والتجمع يعني عندها رصيد أكثر من نسبة الحسم المتوقعة أيضا مع الفرز دكتور. يعني ممكن إنه مثلا اليمين الجديد إذا برضو بيجتاز نسبة الحزب ممكن إنه يأخذ من أحزاب أخرى مثلا ممكن مش بالضرورة على حساب الموحدة يعني ممكن من المقاعد الفائضة عند الأحزاب الأخرى يعني فممكن يعني هذا يعدل في المعادلة المحافظة أو في تقسيم المقاعد لباقي الأحزاب. نعم ولكن واقعيا دكتور الخطر هو أكبر يعني على قائمة التجمع الإسلامية أكثر من على أحزاب أخرى. وأضيف أيضا أن في الأصوات هي ليست فقط أصوات الجنود هي أصوات المغلفات المضاعفة وهي تشمل أصوات الكثير من السجناء والكثير من المرضى والكثير من الموظفين الذين اشتغلوا في يوم الانتخابات. يعني 33,000 منهم هم عمال لجان الصندوق في الانتخابات هي ليست فقط أصوات الجنود. طيب لا صحيح. نعم صحيح. دكتور منصور تفضل. الأستاذ محمد هون بعرفش إذا سمعته طبعا إذا كان في اتصال مباشر كان معك بقول إنه برضو أنتوا ما اشتغلتوا صح في منه يعني ممكن إنه الشارع العربي برضو هذا نوع من العقاب. دكتور منصور يعني هو للأمانة المعطيات بحاجة إلى دراسة معمقة ولا تستطيع أن تقول نسبة التصويت في الوسط العربي تقريبا 49%. لا تستطيع أن تقول أنه 51% هم قاطعوا عقابا لأنه في طبيعة الحال في عندك فئة اللي هي حوالي 10% مقاطعة أيديولوجية وطنية أو دينية. في عندك يعني من المرات السابقة حوالي 20-25% هم يعني في دائرة اللامبالاة أو غير مقتنعين بجدوى أو بنفع المشاركة في الكنيسة ليس لأسباب أيديولوجية إنما غير مقتنعين في الأداء أداء أعضاء الكنيسة وأداء الأحزاب.
وفي فئة نعم اللي هي يعني حسب الاستطلاعات اللي كنا نجريها من أجل يعني دراسة الحالة حوالي 12-12.5% كان الموقف نابع من غضب أو خيبة أمل من تفكيك القائمة المشتركة. يعني خلينا نركز دكتور يعني إذا سمحت على 15% اللي هم الفارق بين 64% اللي صوتوا المرة اللي فاتت وال 49% اللي صوتوا المرة هاي. صحيح. على هذول لازم تركيز نحلل بالأساس هاي المشكلة. صدقت. هو عمليا أخي محمد وحكمات المسألة التفكيك القائم المشترك لا يصح أن نضع الجميع على يعني نفس الخط الواحد فيها. هنالك من بادر إلى تفكيك القائم المشترك وهنالك من حاول أن يعيد بنائها من جديد ولم يفلح في ذلك، ولكن في نهاية الأمر الجمهور لا يدخل إلى التفاصيل. الجمهور نظر إلى الحالة وامتنع عن التصويت. دائما كنت أسميه حزب الوحدة، يعني إحنا كنا 4 أحزاب في القائمة المشتركة. بس دكتور تعلمت الدرس، ممكن إنه في يوم من الأيام نسمع في إرجاع المشترك في يوم من الأيام برغم كل الانشقاق اللي صار. يعني أستاذ حكمة، إحنا بالنسبة لنا مرة أخرى موقفنا منذ العام 96 منذ أيام الشيخ عبدالله النمر درويش رحمه الله الذي قال لا يصلح للمجتمع العربي في إسرائيل إلا خوض الانتخابات في قائمة واحدة، ومنذ ذلك الحين نحن ملتزمون في هذا الموقف. عمليا هذا موقف مبدئي غير خاضع للتجاذبات السياسية. الآن أحيانا تنجح في تشكيل هذه القائمة أحيانا تفشل، ولكن نحن كحركة إسلامية يعني لسنا بحاجة إلى أن نلقن درسا في هذه المسألة. هذا جزء من كينونتنا أو فكرنا السياسي وما زلنا ملتزمين فيه، ولذلك نحن مصرون الآن على أن يعني تحالفنا مع التجمع على أن نترجمه إلى تحالف حقيقي وبرنامج، يعني وضعنا برنامج عمل ميداني مشترك للموحدة والتجمع. نريد في هذه المرحلة الأولى على الأقل. هل سيكون دكتور سيكون طبعا في المستقبل القريب هناك في خلينا نقول تناسق أفكار ما بينكم ما بين الطرف الآخر اللي هو الجبهة والتغيير؟ يجب أن يكون ذلك بغض النظر عن الغضب أو يعني عدم الثقة أو أي أمور أخرى نتيجة لمخلفات المرحلة السابقة. في نهاية الأمر نحن ذهبنا إلى الكنيسة لهدف واحد، نعم، من أجل خدمة الناس ونحن صادقون في ذلك. فإذا كان المطلوب من أجل أن نخدم أهلنا ونزيد فرص تمثيلنا ويعني نلتزم في المبدأ اللي ذهبنا من أجله وأن نضع أيدينا بأيدين إخواننا في التحالف الثاني، فلما لا يعني بدنا نتغلب على دكتور منصور. نعم دكتور منصور، يعني أنا في النقاش اللي عماله بدور وأنت يمكن انتبهت له في خلال 24 ساعة إنه إحنا الشارع حب وأنقذ الأحزاب العربية في آخر ساعتين، ولكن إحنا اليوم بالذات اللي صوتوا بيشوفوا إنه في لهم أحقية إنه يحاسبوا الأحزاب ويحاسبوا القوائم المختلفة، ومش فقط اعتماد حساب الذات حتى طلبوهم في الاستقالة. وهناك أيضا من يعني نحن أيضا شاهدنا حتى مقالات بدأت تكتب في الاستقالة. نعم لا اللوم ليس متساوي للجميع، ولكن هناك حالة فشل ويجب أن يكون هناك من يدفع الثمن. يعني لا يمكن أن يتم المصالحة الداخلية بين الأحزاب بدون المصالح مع الجمهور. حالة الإنقاذ، وأنا فخور جدا فعلا في مجتمعنا الذي قام في واجبه وقام في عملية إنقاذ سريعة في آخر ساعتين، ولكن باعتقادي اليوم يجب حالة تصالح لقيادات الأحزاب مع الجمهور قبل ازدياد المطالبة بالاستقالة لرؤساء الأحزاب. طيب دكتور، أنا بعرفك صريح ومنحب صراحتك وإحنا مقربين لإلك لأنك صريح، حابب تجاوبنا بكل صراحة دكتور. أنا أخي الكريم في السابق انفردت في موقف واضح وصريح من بين رؤساء القوائم الأربع، وقلت أنا أعتذر عن نصيبي في تفكيك القائمة المشتركة، رغم أنه الكل يعلم مدى التزام منصور عباس والحركة الإسلامية في هذا الأمر وكم بذلنا من جهد. ورغم ذلك أنا قلت من يعني أريد أن أفتح الباب لهذه المصالحة. أنا الآن أخي حكمة يعني أتحدثها بكلمة واضحة وصريحة، لن أنفرد في موقف في هذه المسألة، ولكن أنا جاهز أن أكون واحدا من بين من يتحملون المسؤولية. أما أنه يبقى هذا قضية اللعب السياسي يعني التصرف على الجمهور بحالة من
يعني نتشاطر على الجمهور. أنا يعني اسمحوا لي لن أكون شريكا بعد اليوم في هذه المسرحية وفي هذه المهزلة، ولكن يعني أنا أتحدث أمامكم، أنا مستعد أن أتحمل أي المسؤولية ولكن بشراكة مع رؤساء القوائم الأربعة الأخرى. هذا ما ينبغي أن يكون، ولكن وليكن ما يكون. أما مرة أخرى يجي منصور عباس يتصرف بأخلاقية وبنبل وبتواضع أمام الجمهور، وفي الآخر في نهاية المطاف كل يغني على ليلاه ويشطح كما يريد دكتور منصور، يعني وفي الآخر المعلقين والمحللين لا يشيرون بإصبع الاتهام إلى فلان أو فلان أو فلان أو فلان بغض النظر. دكتور منصور، فقط يبقى الحديث العام، وهي أحد الأشياء أنا أقولها مرة أخرى، هي أنت أستاذ حكمة وأستاذ محمد، تفضل. كل الوقت اللي يبقى الحديث في الإطار العام لن ينصلح حالنا. بس أنا بقول لكم اكتبوا مقال وقولوا في نقد منصور عباس ودوره ما شئتم، ولكن فليكن هذا الأمر معمم على الجميع، لا يصح. دكتور منصور، يعني أنا لا، يعني لا شك، أنا لا أشكك للحظة في تواضعك ونزاهتك الشخصية، ولكن المشكلة كانت والحديث الذي بدأناه هنا عن تقييم الذات أكثر من اللزوم كأحزاب. وأنا كتبت اليوم بوست، رحم الله، يعني تعقيب على الانتخابات، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عندها. أحزابنا الأربع مركبات لم تعرف حجمها الحقيقي، لم تعرف قيمتها الحقيقية، وباعتقادي المشكلة الأساسية كانت أن كل واحد من هذه الأحزاب حجم نفسه أكثر بكثير من واقعه في داخل المجتمع، بما فيه أيضا الحركة الإسلامية. ولكن أنت لست الوحيد الذي يتهم في هذه التهمة، التهمة هي مشتركة للأربع مركبات. مش بس أنت دكتور اللي لازم تتحمل المسؤولية، الكل لازم يتحمل المسؤولية برضو، يعني برضو المسؤولية ملقاة على عاتق القيادة العربية من أكبرهم بلا مؤاخذة إلى أصغرهم. والشغل الثاني انه هناك من، وبعدين في مثل بقول الشمس بتتخباش بغربال، دكتور مزبوط ولا لا؟ صحيح. ومجتمعنا اليوم واعي واوعى مما انت بتتصور واوعى منا انا بتصور او الاخرين بتصوروا. حسب رايك دكتور، النداء، حمله المقاطعه هاي اللي كان وراها اصابع خفيه، نجحت؟ والله هو يعني النجاح، ما هو بدك تعرف شو النجاح. النجاح كان محدود عمليا. حملة المقاطعة اللي هي اتسمت بالمقاطعة الأيديولوجية، هي كانت واضحة المعالم وتتكرر في كل مرة، ودائرة تأثيرها مش أكثر من 10%. نعم. من لم يذهب للتصويت لتفكيك القائمة المشتركة لا علاقة له بحملة المقاطعة عمليا. ممكن لو كانت المشتركة أو المرة القادمة إذا نصحح الموقف ونسير مع بعضنا البعض، ممكن حزب الوحدة كما نسميه، حزب الوحدة ينضم ويكون جزءا من القائمة المشتركة في التصويت. فبالتالي أنا في اعتقادي لا نستطيع أن نقول إنه تيار المقاطعة انتصر على تيار المشاركة. نعم. لأنه نعم. تيار المشاركة هو تيار واحد يذهب ويصوت للأحزاب. صح. تيار المقاطعة ليس تيارا واحدا. صحيح. في مقاطعة أيديولوجية مرة أخرى، وفي مقاطعة غضب وخيبة أمل، وفي مقاطعة لا مبالاة، يعني حقيقة كسل لا يعنيهم السياسة، وهذا في كل مجتمع موجود. صح. في أناس يعتبرون أن التصويت هي سياسة والسياسة لا تعنيهم أبدا، ولا يفطنون أن السياسة يعني تتحكم. طيب. في أسعار كيس الحليب اللي بيشتروه بشكل يومي. دكتور، كلمة بتحب توجهها عبر قناة الكنيسة للشارع العربي والمواطن العربي؟ شكرا لك أخي حكمة على هذه الإتاحة. أنا طبعا يعني أستثمر هذه الإطلالة على جمهورنا العربي من خلال قناتكم الكريمة بشكر كل الإخوة الذين صوتوا لقائمتنا والذين صوتوا بشكل عام للأحزاب العربية، وشكر كبير جدا لكل الإخوة الذين بذلوا جهد كبير خلال الشهر الأخير وسهروا الليل والنهار من أجل أن يعني ندير هذه الحملة. نعدكم أن نكون مخلصين للمبادئ والشعارات والأفكار والبرامج التي طرحناها ونعمل عليها، ونعد جمهورنا العام أيضا في هذا الإطار أن نحافظ على البوصلة الأساسية. طيب. بوصلة الوحدة، بوصلة خدمة هذا المجتمع في الإطار العام، وأن يعني نقدم المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى يعني ترتجى من خلال وجودنا في
العمل البرلماني. وهذا ما يتمناه الشارع العربي منكم دكتور منصور. شكرا لك وكمان مرة بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أخي حكمة لك ولأخي محمد. الله شكرا معنا. خلينا ندخل بدك نناقش الحديث مع الدكتور ولا يعني باعتقادي يعني الدكتور صاحب مسؤولية. أنا شفت هو صاحب مسؤولية, هو إنسان مهذب, هو إنسان صح. خلوق بدون أدنى شك. يعني باعتقادي سيكون هو نقلة نوعية من ناحية الأشخاص الذين يتواجدوا في الكنيسة. بدون أنا مسرور وجه جديد, أنا مسرور يعني أنا مسرور عقلية وفكر جديد راح يدخل. هو عقلية, هو عقلاني أكثر مما تتصور. يعني نعم. أنا التقيت فيه عدة مرات, إنسان يعرف كيف يتعامل مع الآخرين. باعتقادي حتى الآن أداؤه لم يرتقي لأداء قيادي كما مطلوب منه. طبعا هناك الكثير من الأمور المكتسبة, الخبرة ربما ستعطيه الكثير من راح يكون راح يتعلم, ولكن أتأمل أن لا يخطئ خطيئة الآخرين. لا إن شاء الله. نجاح عضو كنيسة هو ليس فقط بشخصه, نجاح أنا عضو كنيسة وبالطاقم الذي حوله. أنا من خلال خبرتي الإعلامية والصحفية إنه لما بني آدم بقول لك أنا بتحمل المسؤولية أعرف إنه ذو ثقة وذو أمانة. يعني 50% طيب. من المسؤولية هي تحمل طيب. المسؤولية. خلينا ندخل على موضوع الإخوة الدروز. أستاذ محمد, الوضع هناك خلينا نقول كان في مثل كعكة وفرطت. كان هجرة كاملة. هجرة كاملة. الدروز كانوا يصوتوا لكحلون وكانوا يصوتوا لحزب الليكود. اليوم الهجرة ذهبت من كحلون والليكود إلى مركزين, إلى ميرتس لدعم المرشح الدرزي هناك صلالحة, وإلى حزب كحول لافان أبيض أزرق بسبب وجود غدير مليح. يعني الدروز صوتوا حسب مصلحة درزية وحقهم أن يقوموا بذلك. ما يقارب 9% من الأصوات العربية ذهبت لميرتس, و8% من الأصوات العربية ذهبت لكحول لافان. وإذا فت في تفاصيل أدق أنت ترى أنه غالبيتهم من الدروز. يعني ما يقارب 88,000 صوت ذهبوا لكحول لافان وإلى ميرتس, غالبيتهم من الدروز. الهجرة هي رد على قانون القومية. أوه. رد واضح جدا. لأنه الست غدير برضو صرح التصريح برضو شوي أقلقهم شوي أقلقهم كثير. يعني أخطأت حسب رأيي. يعني وضو من منطلق ربما منطلق عدم خبرة. هي قالت عمليا أنه لن يتغير قانون القومية, هذا قانون لن يتغير قانون القومية, هذا نحن نعيش في دولة اليهود, نحن نعيش في دولة إسرائيل دولة اليهود. ربما سيتم لن تقول سنقوم بالتعديل, سنقوم بسن قانون المساواة وليس تعديل قانون القومية. قانون القومية لن يعدل ولن يلغى. طيب وباعتقادي كان هذا خطأ ولا صحيح اليوم. يعني هي ممكن تغير رأيها, ولكن في قول مثل هذه المقولة خلال فترة الانتخابات هو خطأ جدا. وخطأ يعني مصوتينك يريدون أن يسمعوا عكس ذلك. يعني مصوتين الدروز الذين خرجوا بآلاف مؤلفة, وكان هناك دعم كبير أيضا من جهات يهودية ضد قانون القومية معهم. نعم. وأيضا المجتمع العربي. يعني إذا كنت موجودة في حرفيش وهي حكت هذا الحديث في حرفيش. تريدين أصوات المجتمع الدرزي الذي يقف ضد قانون القومية. ناقصها خبرة أستاذ محمد. واضح يعني معناها هي إعلامية فذة وممتازة بس الخبرة برضو خبرة سياسية تختلف. يعني اليوم إحنا يائير لبيد كان صحفي ومخضرم وتعلم السياسة ورضع السياسي, أخذ له فترة طويلة تصار سياسي من مش بس هيك. يعني في وبعده بيخطئ بالضبط. وفي فرق كمان بين خبرة سياسية صح. وفي خبرة في يوم الانتخابات في معركة الانتخابات. يعني صح. كل كلمة بتكون محسوب عليك, كل حرف يكون محسوب عليك. صح. يعني احنا بعدنا اليوم نحكي عن غانتس عندما تحدث عن موضوع انه يريد فقط الاحزاب اليهودية. احد المستشارين لغانتس قال لي بشكل واضح غانتس اخطأ, كانت زلة لسان. أنا لا أصدق قضايا زلة لسان, ولكن حتى لو كانت زلة لسان هي تحسب عليك إن لم تصلحها فيما بعد. يعني كان الحري بغدير مثلا الأخطاء تحسب على قائلها أكثر, ولكن ما تحسب الجمهور يعاقب في الصندوق. صح يعاقب في الصناديق. خلينا نروح على حزب ميرتس. حزب ميرتس إحنا برضو في عهد الأستاذ عيسى وفريج والأستاذ علي صلالحة شفنا إنه بعض الاستيقاظ في الشارع العربي بالنسبة لحزب ميرتس, أو لأنه برضو
نتيجة انشقاق في المشترك برضو أخذوا البديل اللي هو حركة ميرت. يعني المستفيد الأكبر من الانشقاق في المشترك كان حزب ميرت صحيح واحد، وهم ظهروا في حلة جديدة، يعني اثنين من الأربعة هم شخصيات عربية يعني لعبوها صح في المعركة الانتخابية، إنهم حزب يهودي عربي وليسوا حزب يهودي. في السابق ميرتس كان يركز على هويته الصهيونية، اليسار الصهيوني، هذه الانتخابات ركز على قضية أنه حزب يهودي عربي وليس يسار صهيوني، وهذا كان اختلاف سلام حزب سلام وحزب سلام، وهذا اختلاف على الأقل في طرحهم لهويتهم الذاتية. والجمهور العربي يعني تعامل بالتعاطف وتعامل بالموضوع بشكل عقلاني، أعطوهم ما يقارب 44 ألف صوت عربي، يعني أنت بتتحدث عن ما يقارب مقعد ونص من الأربعة مقاعد لميرتس من المجتمع العربي. هل نتيجة جهد خلينا نقول فردي للأستاذ عيسوي هو والأستاذ علي صلاح ولا؟ يعني من أدار الحملة الانتخابية لميرتس أدارها بشكل صح. جيد بشكل في الوسط العربي، كان لهم حضور في الوسط العربي، نشيطي ميرت اشتغلوا بشكل منظم ومرتب، للأسف بعكس الأحزاب العربية التي كان الكثير من المصوتين ينتظرون أن يقول لهم تعالوا تنطلعكم بالسيارة مشان أنه تروحوا تصوتوا تفضلوا معنا. ميرت اشتغلوا بشكل حرثوا الشارع بشكل أصح، وتحدثوا في لغة يعني في كل الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات كان في لغة مسايرة للشارع العربي، متصالح مع الشارع العربي، ليس في لغة المتناكف ولغة المتحارب مع الشارع العربي. يعني بعكس مثلا حتى حزب الليكود كان يحصل على أصوات أكثر من الشارع العربي، ولكن حزب الليكود لم يستطع أن يتصالح مع المجتمع العربي، حصل فقط على 2%. كحلون الذي حصل على أصوات كثيرة من أصوات الدروز في السابق حصل فقط على 2%. كحلون في الانتخابات السابقة شاس حصلوا فقط على 2%، يعني مع أنه حسب رأيي هذا كثير يعني شاس مفاجأة الموسم كان في الوسط العربي. شاس 9000 صوت كل مرة بأخذوهن، يعني كل مرة بأخذوا ثلث مقعد شاس بأخذوه من مقاولي أصوات. بس في التسعينات كان يأخذ عشرات الألاف، كان وصل مرحلة كان يأخذ عضو كامل تقريبا صح. من الوسط العربي، ولكن هناك مقاولي أصوات أصحاب مصالح شخصية إن كان وظائفية أو مالية أو من دوائر حكومية تتبع لرؤساء الأحزاب. يعني عادة يعني ما يقارب 15% من المصوتين في كل دولة يصوتون إلى نظام الحكم مع الحيط المائل كما يقال لأسباب لمصالح شخصية وتوظيفات هنا وهناك. يعني الجهاز الدولة إن كان حتى في مجالس محلية رئيس مجلس محلي ينطلق من 15 عضو كنيسة، من 15% من المصوتين هم موجودون في فلكه فقط لأن القوة بيده ويستطيع أن يعطي من مناعم السلطة. وهذا من هنا أتت أصوات شاس، من هنا أتت أصوات الليكود، من هنا أتت أصوات كحلون، بينما الأصوات التي أتت من لميرتس وأتت لكحول لافان هي أصوات معارضة. طيب. بيبي نتنياهو راح يشكل الحكومة وأكيد راح يشكلها طبعا، ما خلينا نقول هاي إذا كانت حكومة يمين متطرف من 2015 ل 2019، هلا من 2019 وطالع راح تكون حكومة يمين متطرف جدا بامتياز، مش بس بامتياز، هنا رايح يحط الختم الأخير في دولة إسرائيل إنه أنا يميني متطرف. فيما لو بيبي نتنياهو دخل، طبعا عاد حساباته، دخل في مفاوضات مع أزرق أبيض مشان يتخلص من اليمينية، أو خلينا نقول الصبغة اللي أنصقوا إياها، بس مش بس المواطن، أو خلينا نقول 50% من المواطنين في دولة إسرائيل، ولكن برضو الإعلام العالمي كتب عن بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف. فيما لو في هناك خلينا نقول سيناريو لدخول في ائتلاف في حكومة وحدة وطنية مع أزرق أبيض، وارد السيناريو وارد، ولكن اولا يعني حكمة لنراجع ماذا كان سبب الدخول لمعركة انتخابية. نحن دخلنا انتخابات ليس في موعدها كان في شهر 11 صح. هدف نتنياهو كان مصلحة بنيامين نتنياهو، مصلحة بنيامين نتنياهو ان يحمي بنيامين نتنياهو في قضيتين. اولا الاستمرار في الحكم، هو يريد ان يدخل بعد شهر 7 ويصبح اكثر اطول رئيس حكومة في تاريخ اسرائيل، يعني بس ندخل 22/7 امبراطور، يعني امبراطور، هو عمليا دخل التاريخ، كل كتب التاريخ ستكتب عنه اطول رئيس حكومه
في تاريخ دولة إسرائيل هو بنيامين نتنياهو بعد 22 سنة. تاريخ الشعب اليهودي يعني. ممكن حتى في تاريخ الشعب اليهودي. يعني غير غير سيدنا موسى وهارون يعني. الله يرزقهم صلى عليهم. النقطة الثانية أنه يريد أن يحمي نفسه من القضايا القضائية التي تلاحقه، ويريد قانون حصانة. القانون الفرنسي لن يمر لأنه لا يعطيه تغطية لإجراءات تاريخية أو لما يسمى ريتروأكتيف، يعني سواء بإسباقيات أشياء سابقة. فيريد أن يضع لنفسه قانون حصانة كرئيس حكومة لأربع سنوات، ليس فقط لأربع سنوات، كرئيس حكومة أو رئيس دولة، أو رئيس حكومة أو رئيس دولة تعطيه حصانة. يعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو يعطيه سنة أو سنتين رئاسة حكومي، ومن بعدها بعد ما روفن ريفلين يخلص رئاسة الدولة ينتقل من هناك لرئاسة الدولة ويتمتع في الحصانة لمدة 7 سنوات إضافية. أنت أعطيت نتنياهو، وعندها سيكون اليوم ابن 70 سنة، يعني كمان 7 سنين أو عمره 8 سنين، وتقادم على كل القضايا السابقة. يعني هذا ما يريدنا بنيامين نتنياهو. هو ذكي جدا يعني. هو ذكي جدا ويحسبها جيدا، والجمهور الإسرائيلي موجود في كف يده. يعني هو يلعب في 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 ملعبه، الجمهور أسير بيده، يستطيع أن يسير الحكومة. يعني هو قضى على كل الزعمات المنافسة له في داخل الليكود، قضى على كل زعمات اليسار المنافسة له، وعندما تكتلت كل قوى القوى اليسار مع 3 جنرالات من الجيش، 3 رؤساء أركان، استطاع أن يربح الانتخابات. يعني نتنياهو إذا ضمن أن بيني غانتس سيعطيه الحصانة الشخصية فهو مستعد أن يدخل معه في تلك. أستاذ محمد، إحنا سمعنا أصوات من خلينا نقول من اليهود المتطرف، مثلا عندهم 5 أعضاء اللي هم سموتريتش وجماعته. سمعنا برضو بيطالبوا بوزارة القضاء، وزارة المعارف. يعني في يوم من الأيام ممكن إني أشوف مثلا سموتريتش وزير المعارف والثقافة يعني. لا، الائتلاف اليميني اللي أصبح أكثر يمينية هو ائتلاف اللي مرر قانون القومية. بس بيزعج بيبي نتنياهو نوعا ما هذا الائتلاف، بيزعجه، يمكن يخليه يسهر شوي زيادة ساعة بالليل، ولكن ما دام يخدمه شخصيا هو مستعد يتحمله. وفي مرحلة إنه إذا بيشوف إنه هذا الأمر ممكن يشكل خطر أكبر على إمكانية إدارته للائتلاف، بنيامين نتنياهو مستعد يروح على كمان انتخابات بعد 1.5 سنة. يعني اليوم انا بشوف انه هو يستطيع ان يعاقب كل من يريد ان يعاقبه. يعني هذه انتخابات نتيجتها الاولى الواضحه ما هي؟ القضاء على بنت، معسكر المتدينين، القضاء على بنت، بنت الذي كان ينافسه من ناحيه، يعني يناكفه بنيامين نتنياهو. قصد انه يقضي على بنت، يعني التهم بنت في هذه الانتخابات، التهمه سياسيا وقضى عليه سياسيا. وهذه إشارة، أنا كنت بدي أسألك مين الخاسر الأكبر، أنت جاوبتني واضح الخاسر الأكبر إنه بنت وشكيل. خسر أيضا أنا وأنت، يعني خسرنا تمثيل عربي، تخسيرنا خسارتنا أستاذ محمد. أنا دائما بشوفها تحصيل حاصل. من يوم ما إنا شكلنا الأحزاب العربية وقعدنا في المعارضة، أنا بالنسبة لي هاي خسارة. ولكن حكمت، يعني أنا لا أنظر للخسارة من 13 ل 10، الخسارة هي من قابليتنا نستطيع أن نصل إلى 18 و20 عضو كنيسة وأن نكون في داخل ائتلاف حكومي ونؤثر من الداخل. يعني هاي خسارتنا. أنا كنت متواجد في البناية في الكنيسة في العوام 92 ل 96، كنت سكرتير كتلي، وفي 5 أعضاء كنيسة الحزب الديمقراطي العربي والجبهة، يعني كنا مقيمين الدولة ومش مقاعدينها. كنا نؤثر على قرارات ميزانيات، كنا نؤثر على قرارات، يعني أحد منعنا بداية العمل في مستعمرة جبل أبو غنيم، ألغينا قانون الأملاك الذي كان من خلال الحكومة تقوم بمصادرة الأراضي، ألغينا قانون مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب، وكان قانون كان مكانه وظيفة الشباك لإدارة المجتمع العربي. صح. يعني فتنا في تحدي مباشر مع الشباك لإلغاء هذه الوظيفة. قمنا في فرض بناء 7 بلدات عربية في النقب، 7 بلدات العربية الجديدة الوحيدة التي بنيت في تاريخ إسرائيل كانت في تلك الفترة. يعني كنا ندخل إلى مكتب رئيس الحكومة كما يقولون نطرق الباب برجلنا. يعني طيب، هاي الحكومة كم سددوم؟ التقديرات 1.5 سنة، مش أكثر. نوفمبر 2020، هاي التقديرات. كيف بده يتعامل بنيامين نتنياهو؟ هذا آخر سؤال أستاذ محمد. أمامه هسه عقبة صعبة في صفقة القرن، ترامب.
أجا ترامب قال له أنا أعطيتك اللي بدك إياه، نجحت في الانتخابات، هلأ بدك تعطيني اللي بدي إياه. نتنياهو مراوغ دبلوماسي ماهر جدا، يعني قبل ما يكون رئيس حكومة وكان سفير. نعم. وكان طبعا وكان وزير خارجي. الأمم المتحدة كمان. يعني هو يعني أكثر يعني دوره هو دبلوماسي. طب كيف راح يتعامل هسه مع ترامب؟ تمديد وتمديد وتمديد، يعني لا تنسى أمريكا ستدخل انتخابات في العام 2020 لرئاسة الحكومة. ترامب يريد أن يكون نتنياهو في الصف الصحيح معه، أن لا ينافسه، أن لا يأتي إلى الكونغرس ويقول أن ترامب يعاديه. يعني باعتقادي في نهاية المطاف حكومة ترامب أعلن أنه بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة سيطرحها بدون أدنى شك، سيطرحها، سيكون هناك تعديل طلب لردود الحكومة الإسرائيلية، طلب لردود الفلسطيني، طلب للدور الأمريكي، دور الأوروبي والعربي والروسي والكوارتيت وما شابه. يعني المراوغة والتمديد والتهرب من القرار في القضية الفلسطينية، يعني هنا بالصدفة أنا بطلع لما وقع على الجولان، إذا بتلاحظ أستاذ محمد إنهم الاثنين لابسين جرافة حمراء، يعني بالصدفة يعني. التناغم بين الطرفين هو تقريبا مطلق، يعني لو كان ترامب امرأة لتزوجه نتنياهو. واو. محبة كبيرة جدا بين الطرفين. لا أعتقد أن مشاكل نتنياهو ستكون من طرف أمريكا. ستطبق صفقة القرن؟ لا أعتقد، يعني قد يكون هناك محاولات لتطبيق أجزاء منها لتسهيل خطوات مستقبلية، ولكن لا أعتقد في السنتين القريبتين سيكون هناك تطبيق. أنا أعتقد أنه سنة ونص راح تتشكل. بنيامين نتنياهو راح يدخل السجن؟ ليس أكيد. طيب ليس أكيد، ولكن أتأمل أن يثبت عليه الجرم الواضح وأن يدخل السجن، ولكن هو فنان في المراوغة والتهرب. لاعب من لاعب قدير، لاعب يلعبها. طيب. لمصلحته. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى هذه الحلقة من برنامج تخلص، هذه الحلقة الخاصة من برنامج تخلص، والتي حللنا بها، رحنا جينا على الانتخابات، الشارع العربي، الأحزاب اليهودية، بيبي نتنياهو، ترامب. طبعا هذا كله بفضل الله وفضل الأستاذ المحلل والناشط الاجتماعي والسياسي الأستاذ محمد دراوشي. شكرا لك. شكرا لك. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.